وعن هذا الموضوع نفصل أكثر مع دكتور سهام العمور، طبيبة مختصة بأمراض الأطفال والأمراض المعدية عند الأطفال. أهلا وسهلا بك دكتور سهام. أهلا وسهلا. يعني معطيات الوفيات ما زالت مقلقة، والأكثر هي موجودة في منطقة النقب، والنقب دوما تتربع ولسنوات عديدة على عرش الوفيات عند الأطفال، وهذا الأمر محزن بالنسبة لنا جميعا. ما هي الأسباب الرئيسية لكل هذه المعطيات المقلقة؟ نعم، للأسف الشديد بعد رأينا في نشرات الأخبار في الفترة الأخيرة بعد أن نشروا نسبة الوفيات في قرب الأطفال في البلاد، فوجدنا أن نسبة الوفيات عند الأطفال في المجتمع العربي وبالأخص في النقب هي تفوق 5 حتى 6 مرات أكثر من بالمقارنة من الأطفال من الغير العرب. نرى هذا الشيء أيضا بقرب الأطفال في الوسط اليهودي الموجودين في النقب، ولكن النسبة تفوق أكثر عند العرب. الأسباب كثيرة جدا، وإذا تطرقنا للأسباب أغلب حالات الوفاة عند الأطفال حين نتحدث عن الوفاة عند الأطفال هي أكثر الوفاة تحت جيل السنة. فنسبة الأمراض الوراثية في المجتمع العربي في النقب هي جدا عالية، وقسم كبير منها يؤدي للوفاة بجيل مبكر كمضاعفات الأمراض نفسها. أيضا الأمراض التلوثية انتشارها أكثر، الحوادث البيتية تشكل كمان نسبة كبيرة من حالات الوفاة في هذا الجيل. طب برأيك دكتور سهام، أين نحن من النضال لمنع حوادث مثل هذه تحصل عند الأطفال، حوادث الطرق أو الحوادث البيتية في النقب على وجه التحديد؟ كل حالة تحدث نحاول أن نعمل إرشاد حين يصل طفل مصاب بحادث بيتي وينقذ من هذا الحادث البيتي، يتم إرشاد الأهل ونحاول التوعية في هذا المجال. للأسف ليس دائما هذه الخطوات تساعد، لأنه قسم كبير متعلق بالبنى التحتية ونمط الحياة اليومي للسكان في هذه المناطق. فكما يحاولون جاهدا قسم من الأهل أن يمنعوا هذه الحوادث، قسم متعلق بهم وقسم متعلق أيضا بالبنى التحتية والبيئة من حولهم. بما يخص إرشاد الأهل، كل حالة من هذه الحالات نقوم بإرشاد الأهل وتوعيتهم حول هذه تفادي حالات في هذه الحالة مرة أخرى. هناك أيضا العمل على ورشات توعية في المجتمع، برأي نسبة قليلة، لهذا علينا أن نعمل أكثر بالتوعية في هذا. يعني برأيك أن أهلنا في النقب بحاجة لحملات توعوية أكثر، أو ربما اعتماد أساليب أخرى في حملات التوعوية الموجهة للأهل في النقب برأيك؟ أيضا كلا الحالتين بحاجة إليهما، وأيضا بحاجة لمساعدهم في تغيير البنى التحتية وتغيير الظروف البيئية من حولهم. قسم كبير يسكنون في بيوت وضعها صعب، ومن الممكن ومن عدم الممكن تفادي هذه الحالات، لأنه يتعلق بالبنى التحتية أو مخاطر حول البيت لأن البيئة غير مهيئة لهذا الشيء. علينا أيضا المساعدة في هذه الناحية. طيب، مطلع هذا الأسبوع أحيا العالم يوم الطفل العالمي، ما هي رسالتك كطبيبة أطفال ومختصة بالأمراض المعدية عند الأطفال؟ ما هي نصيحتك ورسالتك لأهلنا في النقب؟ الطفل أمانة بيدنا، فنحن كوننا أهل علينا أن نبذل المسؤولية تجاه أطفالنا. هذا صحيح لكل أب وأم إن كان في النقب أو في أي مكان آخر في العالم. علينا تفادي المسببات لهذه الوفيات كما نستطيع بأيدينا أن نمنعها. هناك عدة أشياء يمكننا أن نتفاداها، كما بحالة الوفيات نتيجة الحوادث البيتية
فلنحذر أكثر. كل طفل يحتاج إلى المراقبة أكثر وأكثر، وهم أمانة لأرقابنا في هذه الحالة. هناك أيضا الوفيات بسبب الأمراض الوراثية، التزام الفحوصات قبل الزواج ومحاولة مفاداة هذه الحالات إذا عرفنا عن وجود أمراض وراثية في العائلة، وإجراءات الفحوصات خلال الحمل أو قبل الحمل وتفاديها، هذا أيضا يمنع بنسبة كبيرة تفادي حالات وفاة هذه. طيب عندما تسمع نعم عندما تسمعون مثل هذه المعطيات المقلقة، ما هو الشعور الذي ينتابكم، أو هل تشعرون بأنكم بحاجة فعلا إلى ضخ المزيد من الجهود للنضال نحو تجنب كل هذه الحوادث، أو تشعرون ربما بتقصير من الحكومة، بتقصير من المجالس المحلية؟ ما هو الشعور الذي ينتابكم؟ التقصير هو مزدوج من كل هذه النواحي. نحن كطاقم طبي علينا أكثر عقد من الممكن تسميتها كتوعيات للناس بهذه الأمراض وهذه الحالات من الإصابات البيتية وغيرها، فهذا ممكن أن نشعر بأننا لا نقوم يمكن بكفاية توعية. من ناحية الحكومة أيضا هناك إجراءات كثيرة التي يجب اتباعها لكي نتفادى هذا الشيء. الميزانيات أيضا في النقب وفي بشكل عام إن كان للاحتياجات الطبية وللطاقم الطبي غير كافية لهذا الشيء من ناحية الحكومة، فأيضا يجب أن نتبع. وأيضا كل المراكز الطبية غير كافية لعدد السكان الحالي الموجود في النقب. هناك تزايد في عدد الحالات التي تتوافد إلى المستشفيات، وحالة 150% وأكثر حالات يتوجهون إلى المستشفيات في كل يوم حاليا في الشتاء، لأنه يوجد تزايد في حالات الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا وغيرها. ففي هذه الحالة أيضا من الحكومة يجب إجراءات التي تساهم في منع هذه الحالات ودعم الطاقم ودعم المستشفيات والمراكز الطبية في هذا في هذه الناحية. طب برأيكم يعني مع وجود كنيسة جديد وأعضاء كنيسة عرب جدد ونحن ممثلون في الكنيسة بعشرة مقاعد، هل هناك طلبات معينة رفعها أهل النقب؟ هناك عضو كنيسة أعتقد شخصين من النقب أعضاء كنيسة أيضا، هل هناك طلبات معينة من أعضاء الكنيسة ربما لمعالجة هذه الآفة الصعبة؟ برأيي لن أتطرق للعدد والكمية في الكنيسة، فأنا لا أبقى في هذا الشيء كثيرا، ولكن بالنسبة للطلبات هم يعيشون الواقع ويعيشون اليوم يوم في حياة الناس، فيجب دعم الناس في تفادي هذه الأشياء ودعمهم كما يمكن من ناحية كل الأشياء من البيئة وتحسين البنى التحتية وتحسين المراكز الطبية في النقب، ونتيجة لهذا من الممكن أن يحصل حالات تقدم وتحسن في العلاج الطبي أو في البنى التحتية وتفادي هذه الحالة. طيب دكتورة سهام عمور، اسمحي لي أن أشكرك جزيل الشكر، شكرا لك. عفوا كثيرا.